شيخنا، وأنا أسمع لفضيلتكم شرح القواعد الفقهية الخمسة، كيف نجمع بين ثلاث قواعد، بين ثلاث قواعد فقهية فرعية مندرجة متفرقة، وهي الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وبين من شك في العبادة هل فعل أم لم يفعل، فالأصل أنه لم يفعل. كيف نجمع بينهما وبين أيضا القاعدة التي تقول بأن الشك بعد الفعل غير معتبر؟ بارك الله فيكم، أفيدونا وجزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحبيبي وأخي، حياكم الله. هذه القواعد الثلاث لكل واحدة منها بابها الذي تخرج عليه، فليست على مورد واحد حتى تتعارض، وليست تطبيقاتها واحدة حتى تتعارض، وإنما كل واحدة منهن لها بابها الخاص بها وفروعها الخاصة بها. فأما قاعدة الأصل براءة الذمة، وذلك لأن الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من أي حق، فمن أراد أن يعمر هذه الذمة بشيء من حقوق الله أو بشيء من حقوق الآدميين فهو مطالب بالدليل الدال على إعمارها بذلك. فالأصل براءة الذمة فيما كان الأصل عدمه، وفقك الله، فهمت؟ الأصل براءة الذمة فيما كان الأصل عدمه، فلا تعمر الذمة بشيء كان معدوما عنها إلا بدليل يدل على أنها معمورة به. وأما قاعدة من شك هل فعل أو لم يفعل، فالأصل أنه لم يفعل، هذا في تعبدات أوجب الشارع فعلها، ليست في عدم، وإنما أوجب الشارع فعلها. فمن شك هل صلى أو لم يصلي، فلا نقول الأصل أنه صلى، لا، الأصل أنه لم يفعل الصلاة، والصلاة واجبة عليه شرعا وذمته معمورة به. فالقاعدة الأولى فيما لم تعمر الذمة به، وقاعدة من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل، هي في واجبات قد عمرت الذمة بها. فالقاعدة الأولى نعمل بها فيما لم تعمر الذمة به، والقاعدة الثانية نعمل بها فيما عمرت الذمة به من الواجبات. فواجبات الشريعة من صلاة وصيام وقضاء وغير ذلك، هذه عمر الله ذممنا بها، فإذا شككنا فيها هل فعلناها أو لم نفعلها فالأصل أننا لم نفعلها. فهما قاعدتان، إحداهما يعمل بها قبل إعمار الذمة، والقاعدة الثانية يعمل بها فيما عمرت به الذمة من الواجبات. وأما قاعدة الشك بعد الفعل ومن كثير الشك غير معتبر، هذه لأن الأصل أن الإنسان قد قام بالعبادة السابقة قبل حصول الشك فيها، أنه قام بها على وجه التمام والكمال، فإذا لم يحصل له الشك إلا بعد الصلاة تماما فحينئذ الأصل أن هذه الشكوك من الشياطين، ولا ينبغي أن نفتح الباب لقبولها، لأن كثيرا من الناس قد يشك بعد الفراغ من التعبد، فلو أننا قبلنا الشكوك التي ترد بعد الفراغ من التعبدات لا ضيقنا على الناس تعبداتهم ولا أفسدنا تعبدات كثيرة. فإذا هذه القاعدة يعمل بها فيما لو طرأ الشك بعد الفراغ من التعبد، فكل شك بعد التعبد فإنه لا ينبغي أن ينظر له بعين الاعتبار. لكن قاعدة من شك هل فعل أو لم يفعل، هذا لم يسبق له تعبد أصلا، هو لا يدري أصلى أم لا. أما قاعدة الشك بعد الفعل، هو يجزم أنه صلى ولكن شك في بعض جزئيات الصلاة، فلا يشكلن عليك. من شك هل صلى أو لم يصلي أصلا فالأصل أنه ما صلى، لكن إذا صلى الإنسان ثم طرأ له شك بعد الفراغ من الصلاة هل سبح في الركوع أو لا، فهنا قل لا تنظر للشك، لأنك أوقعت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، لعلك فرقت. إذن قاعدة الأصل براءة الذمة يعمل بها فيما لم تعمر الذمة به، قاعدة هل شك هل فعل أو لم يفعل يعمل بها فيما عمرت الذمة به ثم شك هل فعله أو لم يفعل، وقاعدة الشك بعد الفعل غير معتبر يعمل بها في إنسان أوقع العبادة على ما هي عليه ثم حصل له شك في بعض جزئياتها، لعلك فهمت، والسلام عليكم.